السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. برحب بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة عن الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هي فرع من فروع الطاقة المتجددة، والطاقة المتجددة هي مثل الطاقة الحيوية وطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة المد والجزر وطاقة الطاقة الموجية والطاقة الريحية. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الطاقة الشمسية إن شاء الله تعالى. الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الإنسان بتسخيرهما لمصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار. تضم تقنيات تسخير الطاقة الشمسية استخدام الطاقة الحرارية للشمس سواء للتسخين المباشر أو ضمن عملية تحويل ميكانيكي لحركة أو لطاقة كهربائية أو لتوليد كهرباء عبر الظواهر الكهروضوئية، وذلك باستخدام ألواح الخلايا الضوئية الجهدية، بالإضافة إلى التصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية. وهي تقنيات تستطيع المساهمة بشكل بارز في حل بعض من أكثر مشاكل العالم إلحاحا اليوم. تعزى معظم مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة على سطح الأرض إلى الإشعاعات الشمسية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الثانوية مثل طاقة الرياح وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية. من الأهمية هنا أن نذكر أنه لم يتم استخدام سوى جزء صغير من الطاقة الشمسية المتوافرة في حياتنا. يتم توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بواسطة محركات حرارية أو محولات فوتوضوئية، وبمجرد أن يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية فإن براعة الإنسان هي فقط التي تقوم بالتحكم في استخدامها. من التطبيقات التي تتم باستخدام الطاقة الشمسية نظام التسخين والتبريد خلال التصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية والماء الصالح للشرب خلال التقطير والتطهير، واستغلال ضوء النهار وتسخين المياه والطهو بالطاقة الشمسية ودرجات الحرارة المرتفعة في أغراض صناعية. تتسم وسائل التكنولوجيا التي تعتمد الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون نظم طاقة شمسية سلبية أو نظم طاقة شمسية إيجابية، وذلك وفقا للطريقة التي يتم استغلال وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خلالها. تشمل التقنيات التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية الإيجابية استخدام اللوحات الفولتوضوئية والمجمع الحراري الشمسي مع المعدات الميكانيكية والكهربية، وذلك لتحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى مفيدة للطاقة. هذا في حين تتضمن التقنيات التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية السلبية توجيه أحد المباني ناحية الشمس واختيار المواد ذات الكتلة الحرارية المناسبة أو خصائص تشتيت الأشعة الضوئية وتصميم المساحات التي تعمل على تدوير الهواء بصورة طبيعية. يستقبل كوكب الأرض 174 بيتا وات من الأشعاعات الشمسية القادمة إليه، الإشعاع الشمسي عند طبقة الغلاف الجوي العليا، وينعكس ما يقرب من 30% من هذه الإشعاعات عائدة إلى الفضاء، بينما تمتص النسبة الباقية بواسطة السحب والمحيطات والكتل الأرضية. ينتشر معظم طيف الضوء الشمسي الموجود على سطح الأرض عبر المدى المرئي وبالقرب من مدى الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى انتشار جزء صغير منه بالقرب من مدى الأشعة فوق البنفسجية. تمتص مسطحات اليابسة والمحيطات والغلاف الجوي الإشعاعات الشمسية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة. يرتفع الهواء الساخن الذي يحتوي على بخار الماء الصاعد من المحيطات مسببا دوران الهواء الجوي وانتقال الحرارة بخاصية الحمل في اتجاه رأسي. وعندما يرتفع الهواء إلى قمم المرتفعات حيث تنخفض درجة الحرارة يتكثف بخار الماء في صورة سحب تمطر على سطح الأرض، ومن ثم تتم دورة الماء في الكون. تزيد الحرارة الكامنة لعملية تكثف الماء من انتقال الحرارة بخاصية الحمل، مما يؤدي إلى حدوث بعض الظواهر الجوية مثل الرياح والأعاصير والأعاصير المضادة. وتعمل أطياف ضوء الشمس التي تمتصها المحيطات وتحتفظ بها الكتل الأرضية على أن تصبح درجة حرارة سطح الأرض في المتوسط 14 درجة مئوية،
من خلال عملية التمثيل الضوئي الذي تقوم به النباتات الخضراء، يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، مما يؤدي إلى إنتاج الطعام والأخشاب والكتل الحيوية التي يستخرج منها الوقود الحفري. يصل إجمالي الطاقة الشمسية التي يقوم الغلاف الجوي والمحيطات والكتل الأرضية بامتصاصها حوالي 3,850,000 كيلوتون جول في العالم. وفي عام 2002 زادت كمية الطاقة التي يتم امتصاصها في ساعة واحدة عن كمية الطاقة التي تم استخدامها في العالم في عام واحد. يستهلك التمثيل الضوئي حوالي 3,000 كونتليون جول من الطاقة الشمسية في العام في تكوين الكتل الحيوية. تكون كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض كبيرة للغاية، لدرجة أنها تصل في العام الواحد إلى حوالي ضعف ما سيتم الحصول عليه من مصادر الطاقة الموجودة على الأرض مجتمعة معا، وذلك مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم الذي يتم استخراجه من باطن الأرض. سوف يظهر في الجدول الخاص بمصادر الطاقة أن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الكتل الحيوية ستكون كافية لتوفير كل احتياجاتنا من الطاقة، ولكن الاستخدام المتزايد لطاقة الكتلة الحيوية له تأثير سلبي على الاحتباس الحراري وزيادة أسعار الغذاء بصورة ملحوظة، وذلك بسبب استغلال الغابات والمحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي. لقد آثرت طاقة الرياح والطاقة الشمسية موضوعات أخرى، ذلك باعتبار أنها من مصادر الطاقة المتجددة. دعونا نتحدث عن تطبيقات على استخدام الطاقة الشمسية. تشير الطاقة الشمسية بصورة أساسية إلى استخدام الإشعاعات الشمسية في أغراض عملية. على أي حال، تستمد كل مصادر الطاقة المتجددة باستثناء طاقة المد والجذر وطاقة الحرارة الأرضية طاقتها من الشمس. تتسم التقنية التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون سلبية أو إيجابية، وذلك وفقا للطريقة التي يتم استغلال وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خلالها. تشمل تقنية الطاقة الشمسية الإيجابية استخدام اللوحات الفولتوضوئية والمضخات والمراوح في تحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى مفيدة للطاقة، هذا في حين تتضمن تقنية الطاقة الشمسية السلبية عمليات اختيار مواد ذات خصائص حرارية مناسبة وتصميم الأماكن التي تسمح بدوران الهواء بصورة طبيعية واختيار أماكن مناسبة للمباني بحيث تواجه الشمس. وذلك وتتسم تقنيات الطاقة الشمسية الإيجابية بإنتاج كمية وفيرة من الطاقة، لذا فهي تعد من المصادر الثانوية للإنتاج الطاقة بكميات وفيرة، بينما تعتبر تقنيات الطاقة الشمسية السلبية وسيلة لتقليل الحاجة إلى المصادر البديلة، وبالتالي فهي تعتبر مصادر ثانوية لسد الحاجة إلى كميات زائدة من الطاقة. التخطيط المدني والمعماري. أثر ضوء الشمس على تصميم المباني منذ بداية التاريخ المعماري، ولقد تم استخدام وسائل التخطيط المدني والمعماري المتطورة التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية لأول مرة بواسطة اليونانيين والصينيين الذين قاموا بإنشاء مبانيهم بحيث تكون لناحية الجنوب للحصول على الضوء والدفء. ومن الخصائص الشائعة للتخطيط المعماري الذي يعتمد على تقنية الطاقة الشمسية السلبية هو إنشاء المباني بحيث تكون ناحية الشمس معدل الضغط، أي نسبة مساحة السطح منخفض إلى حجمه، والتظليل الانتقائي، أي أجزاء من الأبنية متدلية، والكتلة الحرارية. عندما تتوفر هذه الخصائص بحيث تتناسب مع البيئة والمناخ المحلي، فمن الممكن أن تنتج عنها أماكن جيدة الإضاءة ذات مدى متوسط من درجات الحرارة. ويعتبر منزل الفيلسوف اليوناني سقراط الذي يسمى ميجارون مثالا نموذجيا للتصميمات المعمارية التي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية السلبية. تستخدم التطبيقات الحديثة الخاصة بالتصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية بتصميمات يتم تنفيذها على الكمبيوتر، بحيث تجمع بين نظم تكيف الهواء بالطاقة الشمسية التهوية والتسخين بالطاقة الشمسية التدفئة والإضاءة التي تعتمد على الضوء النهار الإضاءة الشمسية في تصميم معماري لاستغلال الطاقة الشمسية ويكون متكاملا.
من الممكن أن تعوض المعدات التي تعتمد على الطاقة الشمسية الإيجابية مثل المضخات والمراوح والنوافذ المتحركة سلبيات التصميمات وتحسن من أداء النظام. الجزر الحرارية الحضرية هي مناطق يعيش فيها الإنسان وتكون درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة بها، وتعزى درجات الحرارة المرتفعة في هذه الجزر إلى الامتصاص المتزايد لضوء الشمس، وذلك بواسطة المكونات التي تميز المناطق الحضرية مثل الخرسانة والأسفلت، والتي تكون ذات قدرة على عكس الضوء وسعة حرارية أعلى من تلك الموجودة في البيئة الطبيعية. ومن الطرق المباشرة لمعادلة تأثير الجزر الحرارية طلاء المباني والطرق باللون الأبيض وزراعة النباتات، وذلك باستخدام هذه الطرق. أوضح البرنامج النظري الذي يحمل عنوان نحو مجتمعات معتدلة المناخ الذي نظم في لوس أنجلوس أن درجات الحرارة في المدن يمكن أن تنخفض بحوالي 3 درجات مئوية بتكلفة تقدر ب1 مليار دولار أمريكي. كما أعطى البرنامج تقديرا للإجمالي الأرباح السنوية التي يمكن تحقيقها من جراء خفض درجات الحرارة، حيث تقدر هذه الأرباح بحوالي 530 مليون دولار أمريكي ناتجة عن خفض تكاليف استخدام أجهزة تكييف الهواء وتوفير نفقات الدولة الخاصة بالرعاية الصحية. حازت جامعة دارمشتات للتكنولوجيا على المركز الأول في مسابقة سولار ديكتلون بين الجامعات التي نظمت في مقاطعة واشنطن عن تصميم منزل يعمل بالطاقة الشمسية السلبية والذي صمم خصيصا مناسبا للمناخ الرطب الحار شبه الاستوائي. انتهت حلقة اليوم، وأتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وانتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.